مرحبا بكم في قناه امينه فيرست، ومرحبا بلا فامي فيرست. كنتمنى ان داكشي اللي كنقدم لكم ينال الاعجاب ديالكم، وانا من عندكم بديت البنات وبكم غدا نكمل. الا ما كنتوش نتوما ما تكونش امينه فيرست اكيد، ولا ما كانوش المتابعه ديالكم اكيد ما غاداش نكون انا. دونك انا كنرحب بكم، وقول لي بغات شي حاجه تخلي لي تعليق، او اللي عندها شي راي او اي حاجه تكتبها لي في التعليق، واكيد انا راه كنقرا كاع التعاليق وكنرد على كاع الناس. ومرحبا والف مرحبا بكم. كنتمنى داكشي اللي تنقدم لكم يكون ينال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. وما تنساوش، ان ارضيناك فتحدث عنا، وان لم نرضيك فتحدث الينا. مرحبا والف مرحبا، ونكملوا بقيه الحلقه. رجعنا لكم البنات بهذه البيسه هذه اللي ديت معكم فيها في المقدمه. السروال اللي كيدير 130 درهم البنات، الثوب ديالو ديال الكتان، الثوب ديالو زوين وبارد غزال. وبهاد لا شوميز هذه اللي كدير 200 درهم البنات، هذه ديال لا تركي. ها السروال فيه طايل ال ولا شوميز طايل ال، هما اللي كاينين في لي شوميز، فيهم غير لي طايل ال، اما السروال فيه كاع لي طاي وفيه الالوان، ما ماشي كلشي بحال بحال. فيه التوب ديال الكريب وفيه التوب الكاوات، انا ديجا قدمته ولكن ما خداش حقه، ما لبستوش كومي الفو باش يبان في اللبسه ديالو. دونك القميجه الفوق بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، غنوري لكم دابا. فيها ثلاثة المينات هادو، كتلبس من طايل اس حتى الال البنات، من طايل اس حتى الال. فوالا كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها 200 درهم. وشوفوا كيفاش كتجي في اللبسة البنات، كتجي انيقة، كتجي شيك، كتجي كلاس. هذه اللي طايل الال فقط البنات، تلبسها طايل ام الاس والال لا اكثر ولا اقل. الثمن ديالها 200 درهم البنات، والسروال 130 درهم، والشال 150 درهم البنات. هذا السروال لي توب ديالو ديال الكريب، في الفصاله ديالو بحال ديال قبيله فوالا كيجي، ولكن راه مبرد البنات مبرد. هذا اللي لابسه طايل ال ولا شوميزه هي طايل ال البنات فوالا، وفيها جوج لوينات، فيها ال وفيها الام، فيها هاد لاكولور هادي. قربها لكم باش تشوفوا لي ديتاي اللي فيها. هادي طايل ام البنات، التوب ديالها ديال الكريب بحال بحال هادي، والسروال التوب ديالو في الكريب. الثمن ديالو كيبقى 130 درهم السروال، و 100 درهم ديال لا شوميز، 100 درهم فقط. الصوره ديال البنات، دونك غنشوفوا لي طاي اللي كاين في هذا السروال هذا. كما كتشوفوا اللون الثاني ديالو، ممكن نلبسوا معاه الغوج بريك، ممكن نلبسوا معاه النوار، ممكن نلبسوا معاه قميجه في البلون كيجي زوين كذلك البنات. فيه دوبل اكس ال، وفيه طايل اخرى الال، دونك فيه دوبل اكس ال والال والال. مرحبا الف مرحبا، 130 درهم السروال، والقميجه 100 درهم فقط البنات. بان لكم بهذا الموديل هذا، كيف ما قلت لكم هذا السروال منفى كندوزو عمرو ما خدا حقو، داكشي علاش الناس ما دات ما جابت فيه. هذا التوب ديالو بارد البنات، بارد بزاف بزاف، واحد التوب لي بارد، واللون ديالو الخزاني، كنتمنى يكون كيبان لكم. ودرت له لا شوميز في الفوشيا، كما كتشوفوا الشكل ديالها في اللبسه كي كتجي. دونك السروال البنات 130 درهم، ولا شوميز 100 درهم فقط، وفولار كما كتعرفوا ديال الحرير 180 درهم. عندوز معكم اللوينات ديال لا شوميز. اللوينات ديال لا شوميز فيها موطارد كما كتشوفوا ب 42 في 42. هادو البنات كيتلبسوا من طايل ام البنات حتى الاكس ال، من الام حتى الاكس ال. فيها الفوشيا هذه اللي لابسه انا 42، وهذه 44 في الفوشيا كما كتشوفوا، 100 درهم فقط البنات، 100 درهم. والتوب ديالها ديال الكريب، وهذه كذلك جايه غوج بارد احمر بارد، حتى هي 100 درهم فقط. وكاينة هذه كذلك 42 البنات، الثمن ديالها حتى هي كتبقى 100 درهم فقط. ودابا نرجع لكم للسريويل، ودابا رجعت لكم للسريويل البنات. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو شحال غزال ومريح البنات، كيحمق. والثمن ديالو كيبقى 130 درهم، فيه الال الاكس ال البنات، ودوبل الاكس ال، الاكس ال ودوبل الاكس ال، 130 درهم. لا شوميز 100 درهم فقط. وطريقه التعامل ديالنا البنات كيف ما العاده، لا ليفريزون ا دوميسيل في كازابلانكا 20 درهم، وخارج مدينه الدار البيضاء
50 درهم عبر الامانه، وكيفاش كنتعاملوا كنعطيك نيميرو دو الكونت ديالي، كتفرسي ليا الامانه ديالي وكتصوري لي داك الروسو وكتصيفطي ليا، كتصوري وكتصيفطي ليا لادريس والسميه والكنيه ديالك. مرحبا، الف مرحبا، وكملوا معنا بقيه الحلقه. البنات كيف ما كتشوفوا هذا السروال هذا ها هو شداتو ملكيه، بقيت شدو مزيان. هذا البنات اللي لابسه انا راه دوبل اكس ال، راني دايره له 10 سنطا، شاده كبير عليا باش نقول لكم، شاده 10 سنطا باش يبان في اللبسه ديالو. لبست له هذا الشوميز هذه اللي فيها صفيفر بارد، ليلا شوميز كدير 100 درهم، وسروال 130 درهم، ودرت ليهم هذا الشال هذا 130 درهم ديال الخيط. دونك مرحبا بكم وكملوا معنا الحلقه للاخر. كيف ما كتشوفوا لا شوميز هنايا كتبقى 100 درهم، نوريكم كيفاش كتبقى لا شوميز ديال الكريب البنات. الستيل ديالها هو هذا، كتبقى 100 درهم فقط البنات. ها هي كيفاش مبوسه، نوريها لكم مزيان. كنتمنى تكون بان لكم. فوالا كي كتجي في اللبسه ديالها، والسروال 130 درهم البنات. هذا ماشي هو توب، نفس توب نفس كلش. بغيتي تشريهم اونصومبل كتشريهم، بغيتي تشري الفوقاني بوحدو والتحتاني بوحدو كتشري. دونك السروال 130 درهم والقميجه 100 درهم البنات، لونصومبل من فوق لتحت. السروال فيه الاكس ال ودوبل اكس ال البنات، الاكس ال ودوبل اكس ال، اما القميجه بقات فيها طيل ال فقط، طيل ال، وراه تلبسها حتى من بعد الاكس ال لانها كبيره شويه. دونك مرحبا والف مرحبا، وندوزو لموديل واحد اخر. هذا اللي بيناه ماشي مره ماشي جوج البنات، هذا كيحماق على السيدات، اللي التوب ديالو ديال القطن البنات، وكثيره كتلبس من الام حتى دو اكس ال البنات. هذا الفوقاني، هذا الفوقاني شوف كيفاش كتجي الستيل ديالها، اللي كتلبس من الال حتى دو اكس ال البنات، من الال حتى دو اكس ال، فيها جوج المينات فقط البنات. فيها هذا فيه الموطارد وفيه السومو وفيه الكوغاي، فيه كاع الوينات الكغي البيج نوار، وفيها كذلك هذا اللي لابسه انا، فيها جوج لوان فقط، والثمن ديالها كتبقى 130 درهم. وما تنساوش كملوا معنا الحلقه للاخر، وان شاء الله نبينو حويجات اخرين. بنات رجعنا معكم، كيف ما كتشوفوا هذا السروال هذا اللي التوب ديالو ديال الكريب تا هو في الفار بحال هكا. انا لبست مع هذا ماريتو مع هذا لا شوميز هذه، كيف ما كتشوفوا طويله من اللور ومستوره، والثمن ديالها اللي كتبقى 100 درهم فقط، والسروال كما قلت لكم قبيله 130 درهم. وغنوريكم هذا السروال اللي لابسه طيل ال، فيه ال ودبل اكس ال فقط البنات، هذا اللون هذا فيه ال ودبل اكس ال، والثمن ديالو 130 درهم، وهذا القوامج 100 درهم فقط. هادو كيف ما كتشوفوا ديال 100 درهم، وهذا حتى هو عنده لا شوميز اللي بغات دير المارياج بحال اللي درت قبيله انا، اللي بغات تاخذ اونصومبل كامل، راه فيه سروال ال وقميجه ال، الثمن ديالها قميجه 100 درهم والسروال 130 درهم. وكملوا معنا مرحبا الف مرحبا، نوريكم ارتيكل واحد اخر. اذا البنات كما كتشوفوا عندنا هذه الطايل ال فقط البنات، اللي بغات تسكريني بيان سور غنخليكم شويه الوقت حيت كاين سيدات اللي كيبغيو يسكرينيو. عندنا هذه كذلك طايل ام كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا البنات ها هي، شوفوا كيفاش جاتني انا في اللبسه، هي غزاله الصراحه ومبرده بحال ما لابسه والو. وعندها هنا في الكمينات واحد لاستيك ها هو، فوالا شوفي كتجي غزاله بزاف بزاف وحلوه في الشكل ديالها. عندنا هذا القصبي هذا اكس ال البنات، 100 درهم فقط البنات، 100 درهم فقط. عندنا كذلك هذا البوردو هذا ال اللي فيه البلو فيه البلون، شدي لي مزوقه مزيانه مالك، الثمن ديالها كتبقى 100 درهم فقط. عندنا كذلك هذا البلو مارين دوبل اكس ال مع هذا الكوغاي مع هذا البيج، كتبقى حتى هي 100 درهم فقط. عندنا هذا السومو بارد ال، عندنا هذا الفجلي هذا البنات اللي بغات تصور، اللي كتبقى الطاي ديالها دوبل اكس ال البنات، 100 درهم فقط. وهذه ال كذلك الاكس ال البنات اللي بغات تسكريني، 100 درهم.
وهذه اكس ال كذلك 100 درهم البنات. ونكملوا. رجعت لبست لكم هاد البيل هذا كي كتجي طويله هكا، التوني هذه اللي كتلبس بوحدها البنات، فيها الال ودبل اكس ال البنات. شي الشكل ديالها، هادو لي شوميز اللي وريتكم اليوم البنات، الاولين اللي لبست لون واحد البنات راه ديال تركيا، وهادو تما تركيا. هادي دوبل اكس ال اللي لابسه الال، الثمن ديالها كتبقى 170 درهم، والثوب ديالها غزاله البنات، ورطب رطب رطب. شفتو؟ حاولي تقربي للثوب ملك، شدي لي الثوب مزيان يشوفوه. والطريزات ديالها في الكمام كتجي، وكتجي على هاد الشكل هذا في اللبسه ديالها كيف ما كتشوفوا، اللي كتجي الصراحه غزاله بزاف البنات. ودرت ليها هاد الشال ديال الحرير خيط ديال 120 درهم، هاد اللوين هذا اللي عطاها واحد شويه نعومه، شويه لافريشور، بانت فريش غزاله راقيه. الثمن ديالها 170 درهم. اذا البنات كيف ما كتشوفوا عندنا هذا اللون كذلك اللي كيجي بليزاستراس بحال هكا، فيه هذا الشيء كتشدي مزيان مرات الكاميرا، 170 درهم كذلك، فيه لون واحد طاي الاله البنات 170 درهم. مرحبا، وندوزو ارتيكل واحد اخر. اذا البنات كيف ما كتشوفوا هذا الموديل هذا، ها هو شداتو لكم ملاك، كنتمنى تكون شداتو من الفوق حتى لتحت، اللي كيدير حتى هو 170 درهم، والثوب ديالو قطن البنات، قطن وداك المبرد زويون حلو في اللبسه ديالو، اللي فيه الاكس ال وفيه الال البنات، الاكس ال والال. كيف ما كتشوفوا كتجيب لي زيستراس بحال هكا، اللي الثمن ديالها كتبقى 170 درهم، والكميمات ديالها كيجيو على هذا الشكل هذا، غزاله بزاف بزاف، والثمن ديالها كتبقى 170 درهم. اذا البنات رجعنا معكم مع هذا الستيل هذا اللي غزال بزاف بزاف، شوفوا التفاصيل ديالو في هاد الصغيفات هادو البنات، راه كيتحلو ويتسدو كيف ما كتشوفي، فوالا كيف ما كتشوفي من هنا. الثوب ديالها راه غزال غزال البنات، فيها هاد لي بوطون هادو، فيها لي بوطون من هنايا. البصاله ديالها شفتوا البنات كي كتجي، البصاله ديالها كتجي غزاله غزاله بزاف بزاف. لي الثمن ديالها كذلك كتبقى 100 درهم، اللي فيها السمول البنات، السمول يعني الطاي الاس والاكس ال، من الاس حتى الاكس ال البنات، فوالا باش تشوفوا. شديناها مالك مالك مزيان، غزاله 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 غزاله. الثمن ما هو ديالها، هاد السلعه اللي كنوريكم البنات كامله تركيا، كامله لا تركي، كلها تركيا. طاي سمول البنات، اس سمول والطاي اكس ال. مرحبا، الف مرحبا. فوالا البنات كاينه هاد لاشميز كذلك اللي كتجي فيها هاد لي بوطون هادو هنا، اللي كتلبس من الان حتى الال البنات، من الان حتى الال. الشكل ديالها كيفاش داير، فيها من هنا كيفاش كتجي الصدر ديالها، التوب ديالها ديال الكريب، حتى هي الثمن ديالها 100 درهم البنات. وكملوا معنا. اذا البنات رجعنا معكم مع الموديل هذا اللي بصراحه البنات غزال بزاف بزاف، هذا اللي كيتلبس حتى لطروا اكس ال، مندو اكس ال حتى لطروا اكس ال البنات. هذه التوب ديالها ديال الكتان البنات، التوب داك المبرد داك الغزال فن اللي بقى فيها مندو اكس ال حتى لطروا اكس ال البنات. والثمن ديالها كما قلت لكم كتبقى 180 درهم، 180 درهم. اذا البنات كيف ما كتشوفوا هذا الارتيكل هذا، هذا حتى هو 4 اكس ال البنات، كيف ما كتشوفوا الطايلي فيه 4 اكس ال البنات، 4 اكس ال. التوب ديالها ديال الكتانه البنات، داك البارد داك الخفيف، الغزاله غزاله غزاله بزاف وخفيفه بزاف. والثمن ديالها كتبقى 230 درهم، 230 درهم، ملي كانت ب 500 درهم وتسولدات ولات ب 399، انا خليتها لكم فقط 230 درهم. هادو ديال برا البنات، ماشي ديال المغرب، حاجه زوينه وحاجه نقيه، وكنتمنى هادشي اللي قدمت لكم يعجبكم. حتى لهنا جينا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اللي قدمنا لكم اليوم. ما تنساوش ابوني وجيم وتبادلوا معنا الاراء، كتبوا لنا الاراء ديالكم، اكيد كتهمنا واكيد كتعنينا، لان كما قلت لكم من قبل بلا بكم نتوما ما كاينينش حنا. مرحبا والف مرحبا. وطريقه التعامل ديالنا كيف ما قلت من قبل، هي
كنصيفط لك النيميرو ديال الكونت ديالي، كتبرسي ليا الفلوس او كتسكري تصور ليا الروسو ديالي، كتصيفطي ليا كتصيفطي لي التصويرات الروسو ومع السميه والكنيه ولادريس ديالك والنيميرو اللي كتعاملي به. مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش كن حسن المظهر ولن تنساك العيون، لكن كن حسن الخلق ولن تنساك القلوب. ضربوا لكم موعد في حلقه اخرى فيديو اخر. مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش.